برضو هاخد الجزء الأخير، لأن هو هي مشكلة المشاكل بالنسبة لنا هي البنية التحتية، سواء كانت بنية تحتية خاصة بالمعلومات، بنية معلوماتية ولا طرق ولا حديد ولا طاقة ولا، هي دي المشكلة اللي موجودة. وهرجع برضو عشان الكلمة اللي اتقالت ازاي نعمل تمويل وان القطاع الخاص نشجعه والبنوك نشجعه. لو خدنا انا بتكلم على افريقيا، في مصر هنا، في مصر هنا احنا عملنا خلال الخمس سنين اللي فاتوا بأربعة تريليون جنيه لصالح البنية التحتية، وكتير من الناس في مصر يمكن ما كانوش مستوعبين ليه احنا بنعمل ده كله. وانا بنقله هنا وبقوله لكم دلوقتي مش عشان ردا على التساؤلات اللي كانت بتتم، ولكن عشان ده كمان يطرح في لدى الرأي العام في افريقيا على ان الناس ممكن ما تستوعبش ده، ما تستوعبش حجم الانفاق الضخم جدا، بغض النظر هيتم تمويله وطنيا او هيتم تمويله باستثمارات او بقروض او كلام من هذا القبيل. كتير مش هيستوعب ان الدولة عشان تاخد فرصتها في التطور وتبقى يعني ممكن تشارك في التنمية والاستثمارات لبلادها محتاجة تعمل أرقام كبيرة. وأنا بتكلم على مصر اللي كان فيها بنية قبل كده، احنا صرفنا زي ما بقول كده أكتر من 4 تريليون جنيه في خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا، يعني حوالي 250 مليار دولار، حوالي 250 مليار دولار. فإذا كن يعني زملائنا اللي موجودين دلوقتي من المستثمرين أو البنوك عايزين يعملوا زي ما قلت كده عمل، أنا بتكلم في بيزنس بقى مش بتكلم في أي حاجة تانية، لابد أن تبقى الخطة القارية الأفريقية في المجالات اللي انتوا قلتوها دي، سكك حديد وطرق وبنية معلوماتية وغيره، تبقوا مستعدين تساهموا فيها دون خوف. والدول لو احنا النهاردة عملناها على ان احنا نطلقها في كل دولة وطنيا هيبقى فيه كتير من التحديات على تمرير هذا الامر، وممكن ياخد 20-30 سنة او اكتر عقبال ما نلاقيه. ولكن برضو بقول تاني، لو اتعملت الخطة دي على المستوى القاري وبقى فيه تمويل رقم ضخم جدا تقوم بالشركات العملاقة اللي بتعمل في المجالات دي تنفذه، انا بقول لكم ده هيبقى يساهم مساهمة كبيرة جدا في التحرك في هذا المجال بشكل أفضل.